السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون خير وبسلامة. رجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحديات مهام سقوط الثلج. بس قبل ما نبدا بالتحدي، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى توصلكم فيديوهات جاية ان شاء الله. خلونا نبلش بهذا التحدي، واللي هو راح نبدي احدى التحديات، واللي هو راح يطلب منك انه تزور 5 اماكن مختلفة لرجل الثلج. طبعا هذه الاماكن راح اراويكم اياها، وراح تكون 5 اماكن متواجدة. طبعا اول مكانين سويته، ولهذا تاخر عندي الفيديو وبعدها انلغى المكان. مثل ما تشوفون هذا اول مكان، مثل ما تشوفون امامكم، هذا اول مكان راح تروح له، واول مكان اللي اوت بوست اللي اسمه بالانجليزي راح تروح له، وراح تلقى مكان او مواقع رجل الثلج. طبعا الاماكن لغوها ما ادري ليش، تقريبا لمده 3 ساعتين او 3 ساعات اعتقد صار جلتش باللعبه وبعدها رجعوه، فلذلك ما قدرت انزل التحدي من وقت. مثل ما تشوفون امامكم وصلنا للمكان الثاني، واللي هو المكان الثاني الاوت بوست. طبعا اماكن مزعجه، لان اول ما توصل راح تلقى لاعبين واصلين قبلك، فاذا كنت توصل قبلهم راح تقدر ممكن تتعارك او ممكن تكمل عليهم. خلينا ننتقل للمكان الثالث اللي هو ردت اسوي ولغوه قبل، فلذلك راح تشوفون المكان الثالث واللي هو راح يكون قريب من منطقه كاتي كورنر او زاويه الماكرين، راح يكون على الجبل على يمين منطقة كاتي كورنر. ما تشوفون امامكم راح يكون هذا مكان. طبعا راح يخرب علينا هذا يا معود، بس لا تقرب، اوهو خرب علينا. على كل حال ما يهم، راح اراويكم المكان بالضبط، راح يكون قريب من منطقة كاتي كورنر اللي هو راح يكون على هذا الجبل على هذا المكان بالضبط. هذا المكان راح يكون بهذا المكان بالضبط، واللي هو قريب من منطقة كاتي كورنر او زاوية الماكرين اسمها بالعربي. خلينا ننتقل للمكان الرابع القبل الاخير، واللي هو راح يكون قريب من منطقة الكومات البخارية او ستيم ستاكس، واللي هو راح يكون قريب من الشاطئ او البحر. مثل ما تشوفون هذا هو المكان او اوت بوست الرجل الثلج، واللي هو اعتقد التحديات الشتوية نسويها فورتنايت بكل سنة. راح ننتقل للمكان الاخير، واللي هو راح يكون قريب من منطقة بليساند بارك، واللي هو راح يكون على يسار منطقة بليساند بارك قريب من البحر، وراح تلقى هناك، وهذا راح يكون اخر مكان تزوره، وراح يكمل عندك التحدي ان شاء الله. اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات، ودعموني بكود الايتم شوب اللي ظهر على يسار الشاشة. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.